السلام عليكم ورحمة الله. من زوار مسجد عبد الله بن عباس يوجد ساحة. الساحة هذه فيها متحف يصير فيه يعني راج ومزاد. اليوم التقيت بالأستاذ والمربي الفاضل الأستاذ خلف الله بن مسلم القرشي من المذاكير، ومتحفه في منطقة المذاكير، متحف عكاظ في منطقة المذاكير، وحناخذ منه حديث. طبعا هو معلم وكيل مدرسة، بعدين مدير مدرسة عدة مدارس، مصعب بن عمير، سعد عبد عدة مدارس في الطائف. بداية تعليم تدريسه حيقولها متى ومتى تقاعد، ايش حكاية المتحف هذا، متى بدايته، حنشوف مع خلف الله. الله يعطيه العافية. جزاك الله بالخير ابو فارس. سنة وسنة. الله يعطيك الصحة والعافية. نبدا من البداية. انت ولادت فين؟ طائف. فين في الطائف؟ مثنى. في المثنى. اوه، في منطقة البساتين ومنطقة الوالد يعني كان ايش يعمل يوم ولدته؟ متسبب زراعة وكله. زراعة وخضرة. بعدين الدراسة درست فين؟ في الطائف؟ في الطائف، التوحيد. دار التوحيد. الابتدائي والمتوسط والثانوي كله. عام كم تخرجت؟ 1403. وثلاثة. وبدأت التعليم ها؟ على طول مباشرة. أول مدرس إيش؟ كنت أول ما بدأت تدريس؟ أول شيء مدرس 1403 تربية إسلامية. تربية إسلامية، إيه. مدرسة إيش؟ أبي محجن. مين كان مديرها؟ سعود العصيمي. سعود العصيمي، ما شاء الله تبارك الله. وأنت لازلت ساكن في المثنى. وبعدين انتقلت لكذا مدرسة؟ إيه. تقاعدك عام كم وفي أي مدرسة؟ كنت مدير لأي مدرسة؟ كنت متقاعد في هارون الرشيد الابتدائية. هارون الرشيد الابتدائية 1429. وانت مديرها؟ ايه 1429؟ خدمتي 34 سنة. 34 سنة، ألف سلام عليك. المتحف متى بدأت فيه؟ وهل كان قبلك في متحف في الطائف؟ يوم بديت عام كم انت بديته؟ 1407. في نفس المكان الموقع الوضع؟ لا، في المثنى في بيتك يعني. بعدين؟ بعدين في السيارة بن معمر 1417. فهد بن معمر قال لك ايش؟ افتتحتوه 1417. وانت قبلها بكم سنة شغال في المتحف؟ يمكن 10 سنوات. 10 سنوات. وافتتحتوه هناك في المنطقة عندكم بديرة ديرة المذاكير هذيك، صح؟ ايه. بمسمى متحف عكاظ. متحف عكاظ، واستمر للزوار مفتوح. استمر لجنة الزوار من أوروبا ومن. وكان يدخلوا مجاني ولا بتذاكر؟ لا، تذاكر. تذاكر. تأبيسي. إيه. ومستمر لحد الآن ولا؟ لا، قفل. من متى قفلته؟ كم ليك مقفله؟ كم سنة؟ شركة بس. 15 سنة. طيب ليه ما تفتح يا عم؟ إيش المشكلة؟ الله يغلو إمكانية وغلو برامج وغلو. إيه، يبغى له واحد يوقف معه. واحد يوقف المتحف. إيش يا أبو فارس، إيش يعني هواية، إيش اللي مخليك يعني بدأت؟ والله أول ما فكرت في المتحف فكرتي كانت أسوي متحف. إيه، تحب المقتنيات القديمة وتحب أسوي متحف. نعم، كامل أجمع الأشياء كلها، أجمعها بدراسة وعلم يعني اشتمل المتحف على مقتنيات يعني محسوسة كده، وفي وثائق زي أشياء رسمية. إيه، زي الشغلات هذه، ونفس الطريقة يعني في أواني وما أواني، في وثائق. إيش هي؟ زي إيش يعني؟ دروع إسلامية داودية. ها، حقت سيوف داود. إيه سيوف جوهر. نعم، في أشياء كثيرة. مسجل عنه شيء في اليوتيوب في القنوات؟ مسجل عنه في بس اسمه غلط. ها؟ الاسم متحف عكاظ يطلع، اللي يكتب متحف عكاظ يطلع. ناخذ تقريب من شهادة من هاي الساعة. طيب لو مقفل دحين جاء الأمين سلطان من سلمانين جاكم هنا. ايه، زارين زاركم. طيب يعني المفروض هيئة السياحة ما تدعمكم لفتح المتحف وإعادته مثلا؟ هم يبغون أحد يروح يجيهم. ايه، انت ايه مع صحتك ومع هذا ربنا. ايه، احنا دحين نداء خاصة الشخصيات اللي بدوا المتاحف، نداء للمسؤولين وللمهتمين في الآثار وهذا، إنه يدعموا أصحاب المتاحف.
مجهودهم الذاتي ومجهودهم هذا يدعموهم ويلتفتوا لهم وربنا يعين. من خلال ايش النوادر اللي حصلتها يعني نادره من النوادر اللي في المتحف عندك مقتنيات نادره؟ والله كثير كثير ما في كثير. تروح يعني غير الطائف تجيب تقتني يا ما من جميع الهام جميع الحال تروح من الرياض راح اليمن راح اليمن جاب ابو فارس ايه من الشرقيه من جرغان من جميع الهام انت ابوك كل ما في مدينة راسي. ايش مرئياتك انت بالخبره هذه في المتاحف يا ابو فارس؟ ما هي مرئياتك للي دوب بيبدا مفتح ايش تنصحه متحف؟ وما هي مرئياتك الاشياء الناقصه للمتاحف المفروض تسير يعني تدعم؟ ايش الاشياء الناقصه للمتحف يعني؟ هل هي زي برا دول الاخرى يعني المتاحف يعني ايش اللي ناقص للمتاحف عشان تظهر بشكل اقوى؟ مرئياتي ما يمكن يفك متحف زي ها الان ما يمكن يفك متحف انه خلاص اشياء رعت ما كان يمكن يتخص يعني متحف عملات متحف طوابع متحف يعني متخصص كل شيء متخصص بس ما تفتحوا متوسع أفضل. لكل شيء ممكن افضل انك تتخصص لا ممكن اي وقت الحالي اي اما تحط الجميع الاشياء ما يصح. ما يمدي ما يقدر اقتنوا الناس روح اي يعني انت تنصح لاصحاب المتاحف يتخصص تخصصيه اثنين او تخصصين واحد اثنين هو يتخصص اي صح هذا صاحب خبرة رجل صاحب خبرة وصاحب باع في هذا المجال باع المتاحف والمقتنيات ينصح الجميع بأنه يكون في تخصص للمتاحف توجه هذا تنصحهم أن يوجه التوجه هذا إيش فائدة التوجه هذا يسري يسري الإنسان يكون في التركيز أيوة تركيز بس في ما يقعد يشتت ذهنه بس في ممنوعات يقول لك الآثار ما تنباع وأشياء عنده تعليمات آثار أيوة. ممنوعة عنده السلاح الناري ممنوعة بيها إيه أبو فارس لاحظ مع أنها الإعلامية نعم أزمة الإعلام ركز عليها على فيما يخص التراث ولا ومتاحف الطائف بالضعيف ان شاء الله الله يعطيك العافيه انا ما لي بحب جانب العشاء لا تروح ايش الا يا ابو فارس السياحه تبعث المتاحف وتدعمها اي ما تدور انها ما تدور انه يروحوا له نعم يعني المفروض هم يجوكم ويشوفوا ايش اللي ناقصكم وايش اللي هذا يدعموكم ما نروح هبل اي يمكن ايش اللي ذكرت ايش الا ها ايش انت كم لك في المجال هذا الاسم عرفنا باسمك الاسم عبد الله هاشم الشريف والنعم ما عليك زود الفعل النعم ما عليك زود انا والله لي سنين ودنين في, أيه. في التراث ايه والحمد لله رب العالمين ايش المطلوب وايش اللي شايف فيه تطور في المجال هذا والله في ما شاء الله تطور وفي ناس يعني يجونا من بلدان المملكه من أيه. الطائف ومن مكه ومن جده انت بتخصص في نوع ولا انا مختص في كله وكله كله دلال الاستاذ خلف الله يطالب انه يقول المفروض حتى صاحب المتحف او اللي تاجر يتخصص شويه لا يفتح المجال فلان حق زي الاستاذ ابو ناصر يقول انا في البنادق انا المجمعات وزي نعم كذا نعم ايوه نعم ايوه ولا ما خلف الله ما شاء الله ما يعرف يعني استاذ الكل استاذ الكل الله يعطيك العافيه ويبارك فيكم ورزقكم ان شاء الله الله يعافيك سلامك الله ايش اللي ذكرت لي يا استاذ أقول الأقبال بالنسبة للأقبال عرفنا باسمك؟ أبو نواف الأحمري إيه علي الأحمري أبو نواف إيش هوايتك أنت فاضل؟ هوايتي عمرك أنا أشتغل في التراث يمكن من 10 سنوات إيه وعندنا مقتنيات أكثر ما نبيع ونشتري في محل الأخ خلف الله إيه هذا تبع خلف الله؟ أيوه خلف هذا الله هذا خلف الله خلف الله أيوه إيه إيه فالامور اللي يعني يصير حراج هنا كل كم؟ حراج كل يوم الأحد كل يوم أحد أحد الحراج الساعة كم؟ من بعد المغرب لين 12 ايه لين 10 11 كل اللي عنده مقتنيات يجي كل عنده مقتنيات يجوا من جده يجوا من الرياض يجوا من مكه يجوا من وانت تاجر فيها هذه من 10 سنوات قلت لي انا تاجر وعندي كان محل في الحراج وانا من المهتمين حقيقه في التراث من جلستك مع عم خلف الله من جلستي من خلف الله ومن ايش وليا قلت لي نقطه كذا المفروض الاقبال الاقبال من الاقبال انا اشوف فيه بيع وشراء وتمام ايه تمام الناس تبحث عن المقتنيات والتراث ايش الناقص يعني المفروض الاشياء النادره الاهتمام شويه
الاهتمام في ايش يعني؟ ايش النقاط؟ ايش الاهتمام طول عمرك في السياحة والزوار يزورون المتحف ويتعرفوا على التراث والاشياء القديمه والاشياء. ابو مين؟ ابو نواف. ابو نواف الاهتمام ياتي من صاحب المكان، من صاحب الحراج. نعم. يعني اضبط مكان، اصلح ادوات شاهي، يعني اصيجه كافتيريا، اصلح مكان للمقتنيات، اسوي اعلان. انا تاجر. صح. تاجر المقتنيات. صح. فعلا. فيجب اني اتعب وكذا، بعد كذا يجوا الناس، لان يعني في النهايه انا تاجر، مصلحه خاصه. نعم. بس الاهم في الامر كله طول عمرك ان الاشياء اللي بتجي هنا نوادر واشياء حلوه وثمينه حقيقه يعني، واحنا من اللي نشجعها ونهتم بها. وجود الاخوان الله يكثر خيرهم. قول لي انت كلمتين. ابو سهل. ابو سهل حياك ابو شرف. الله يسلمك. والله الحقيقه يعني الناس تستغرب ان يعني في الطائف مكان زي هذا البيع التراث الاشياء القديمه، اللي يبغى النجور واللي يبحث عن الجنابي واللي يبحث عن الساعات القديمه يجون ناس يعشقون الشيء القديم. يعني زي عندك الساعة شوف على قوم الخراشات المنبه، العملات القديمة. أيوه. أشياء كثيرة وكلنا يهوى، بعضهم يهوى المال، بعضهم النقود القديمة، بعضهم يهوى السكاكين، بعضهم يهوى الجنابي، بعضهم يهوى الرواد القديمة كل، وبعضهم على الخواتم. والسكاكين على مستوى المملكة تشتهر بها الطائف من 1700، يمكن أخونا فيصل الحارثي هنا يزيدك بالكلام هذا، القديم أبو شوكة خوجة يعني توصل على 1000-2000-3000 ووصلت إلى 5-6000 الآن في نزول. أبو سهل. نعم. أعيد نفس الكلام قلته أبو نواف. أنا أجي أنا ولد من الطائف وابن الحارة هذه، ابن الحارة هذه. والله تفاجأت. فأنا تفاجأت أنا العام الماضي. جيت. إيه جيت. ولو ما قلت لي أنت ودقيت علي وقلت لي إنه هنا أنا ما أدري. صح. أنا أخبر هذه البلدية سويت الهنجر هذا ما أدري تبع البلدية أو الدفاع المدني. بعدين سووا معرض. معرض يسووا فيه المرور وسو... هذا هو اللي أحسبه. ما أدري إنه في مطعم ما أدري. فبالتالي في قصور عندكم في اعلام الناس يعني، عرفت كيف؟ والله زي ما تفضلت ان الناس واصدقاء واصحاب ان يوقفهم يوم صارت المواقف هنا يتفاجئون اول مره نشوف محل تراث وبيع شيء ما نصدق ان في الطائف زي هذا الشيء. اقرباء لنا واصدقاء يتفاجئون ان في محل كذا، وصار حتى اقبال كبير من الناس. وفيصل يمكن عنده مشاركه الحارثي برضو من رواده. هاي اخوي فيصل اعطيني حبيب. حياك الله اخوي ميدا. مرحبا بك الله يحييك. انا طبعا من عشاق السلاح المسرح فيه عندنا التراث، البنادق القديمه. انت متخصص في البنادق؟ ايوه بنادق. نفس اللي طالب فيه. ايوه انا استاذ خلف الله. انت متخصص؟ متخصص فيها. أيوة. بالسيوف جنابي، لكن الاعلام لو مثلك شرواك هو اللي يدير للناس يوصل المعلومه ان هنا في موقع. ايه يعني احنا زبايننا يمكن قليل او ناس يتروضون اصحاب او هم تجارة يعني، لكن إيه. الاعلام في السنابات وفي المشاهير مثلك شروك يعني يعطي طابع ومعلومه يوصلها لمثلا اهل الطائف، جده، مكه، الرياض، الشرقيه. يعني انت عندك خبره على البنادق كلها؟ عندي خلفيه تامه يعني. في اشكال الجماعه. انا باجي بطريقه عم خلف الله. عم خلف الله؟ لا لا، هو انا قلت له انا تلميذك في هذا المجال. حلو. احنا كلنا هذا مربي اجيال نتعلم منه تلاميذ. فاقول له نفس الطريقه ما حفتح المجال معاكم، اجي ان شاء الله كل ما اجي 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 يوم مع حق البنادق اخليه يقعد يكلمني على البنادق. حلو. اجي يوم ولا لا يا استاذ خلف الله اخليه يكلمني على السكاكين، اجي يوم لحق الروادي والشغلات هذه والعملات. كل واحد حدد اليوم ويصير نجيب الحاجات المقتنيات النادره. أيه. والبندق الاشكال العجيبه النادره في المملكه. أيه. نجيبها ونعرضها حيندهشون اهل المملكه او الخليج. ايه يندهشون من هالحاجه. ابى اوقف واجي جنبك رمزي. سام حبيبي الحين اتفقنا اني حجيكم وابدا اغطي كل متخصص شايف. بس عاد نبغى سليق زي حق اليوم. كل ما اجي ما اشتغلكم الحين، كل ما اجيكم الله يحييك سليق. ها الحين تقول جانا ابو عصام الله يعينه سليق فيها. سليق احنا فيها الحين. ايوه انا عارف بروح لعماشة الحين وارجع لكم صور عشان الحاضر الحين اوريك. طيب يلا انا وانت الله يحييك. ان شاء الله. وين حبايبنا اهل الطائف القماري؟ يا القماري يا ابو العال هنا الله يحييك. وابو عماد. ابو عماد كيف هذا؟ صلاح الزهراني. تعال صلاح القهوجي. محسن الزهراني. محسن الزهراني. شفت يا خواتم ابو نواف عاد مر علي. انا ابو نواف. نواف الاحمر زايد المال باسم الشريف. هذا خوينا احمد الغامدي هذا مختص
هذا مختص يا سلام انت رايح شعب انا تقعد تكملنا معانا هنا بس بعد العشاء بفقع. طيب لا تروح يا شباب يا اخي حلاوه. وهذه البرحه هذا من عباس وهذا البواب وبرضه يزورونا الزيارات اندونيسيين ماليزيين اتراك دائما يجونا احنا نبغى احنا نقوي ضد السياحه ونقوي من المظهر العام ولا الحاجه الحلوه جميل. انت بس قوي السليك وما لك شيء مال البندق كله عندي حقيقه يعني تدل على المتحف يعني قديم متحف عقاب ايش مكتوب التراث الشعبي. هيا روح لا روح يا ريم وادي ثقيل لطيف جسمك لطيف يا ريم وادي ثقيل لطيف جسمك لطيف يا ريم وادي ثقيل لطيف جسمك لطيف ما شفت انا لك وصيف الناس شكلك غريب في الناس شكلك غريب في الناس شكلك غريب